قبل ما نهضروا على اي حاجه، انا متاكد انه كاينين مهندسين مغاربه ذو كفاءات عاليه. نعطيو مثال غير بالاركيتكت لطفي سيدي رحال اللي دار لوفر ديالو فيلا غابي اون 2015. عندنا الاركيتكت جمال العميري العلوي اللي معروف بلي ريزيدونس، وربما كاينين واحد اخرين اللي متميزين وما معروفينش. دابا المشكله ماشي هنا، السؤال المطروح شنو عطاو المهندسين بصفه عامه للوطن كبلد في البناء والتعمير من ناحيه ديال الابداع لينوفاسيون لا كرياسيون. ملي كنهضروا على لا كرياسيون سي ان اوتر موند، سي اون اوتر فيزيون. راه بلا ما نذكروا لي زاركيتيك دو موند فلان وفلان وفلان، راه سانا غيان افوار معانا. ماشي كنهضروا على المواضيع ديال السكن الاقتصادي لا ريبيتيسيون او البشاعه خلاها الله يرحمه في الخطاب ديال 86 الحسن الثاني. لا، حيت الاركيتكتور قبل من انك تضرب الحساب السقف واش يطيح ولا الحيوط يريبو، الاركيتكتور سي تانا سي تانا غادي خصنا نتفقوا عليها. راه ماشي غير ضرب الحساب السقف ما يطيحش صافي راني مزيان هو هذا. لا بالعكس، ضحكني مؤخرا كان دار بيناتنا واحد النقاش عادي مع ان اركيتكت على ان بروجي اكس. ايوا كنا كنهضر على ذاك البروجي واقترحت عليه، قلت له بغينا نديرو واحد السقف اللي يكون انكلين. هو يقول لي لا ما يمكنش، سي با فيزابل براتيكمون. واو وا 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 وا. اما لو كان قلت له نخليو اون طاش ناتوريل تدخل وتندمج وتكون في بارتي من الانتيريور الى الاكستيريور، شنو كان غادي يقول لي؟ كان غادي يقول لي انت كافر، هادشي اللي كتقول حرام. ابدي هادشي غادي نطرقوا له في مزيان في فيديو اخر. دابا خلينا في الموضوع ديالنا اللي هو ليكول ديال لينا. راه كاينين طلبه وتلاميذ باغيين يكملوا في هذا المجال ديال الهندسه. نمشي ونبداو الفيديو ديالنا. السلام عليكم، معكم اخوكم بن حمو التازي. سالي تو الموند، واهلا وسهلا ومرحبا بكم من عاصمة شرق المملكة المغربية في حلقة اخرى من حلقات قناة بن حمو التازي اكاديمي. فمرحبا جميعا من جديد. في هذه الحلقة غادي نشوفوا موضوع تعليمي ثقافي اللي عنده علاقة كبيرة بالفن التصميم والهندسة فيما يخص شعبة الهندسة لينا ايكول ناسيونال داركيتكتور. لينا لا بروميير ايكول داركيتكتور او ماروك. الاركيتكتور ماشي الاركيتكتور اتس نوت ايزي. شنو هي الشعبه ديال الهندسه؟ الاركيتكتور الافق ديالها ميتي كونديسيون دادميسيون بروفيل دو فورماسيون لي ريزولتا اتوندو من هاد الفورماسيون لي موديول دو فورماسيون. ارا دوك المدينات وتبع معايا مزيان وارا الفرجه داكشي اللي ما قالوهلكش. وقبل ما نبداو غادي نمشيو كالعاده كما عودناكم نوجدوا واحد لا روسيت صحيه اللي نفعكم كطلبه بنات ودراري. Yeah.
وجدوا ماكلتهم بيديكم تكون صحية، راه ما كاينش حسن من التوجد بيديكم كي تكونوا بوحدكم بعاد على ديوركم، منها تحافظ على صحتك ومنها تحافظ على فلوسك. نرجعوا للموضوع ديالنا، كما قلنا لاركيتكتور ليكول ديال لينا، ايكول ناسيونال دارشيتكتور. اول حاجه كالعاده ديما خاصنا نعرفوا مفهوم ديال الشيء او التخصص، عاد نخوضوا المعركه في الدراسه ديالو سولون لي ريفيرونس اي لو موند اونتي. الوغ لاركيتكتور اي لار ماجور دو كونسيفوار ديز اسباس اي باتير ديز ايديفيس ان ريسبكتان les règles de construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques classiques ou nouveaux. غادي نشرح بالعربيه ماشي على قبل الدراري اللي غايديروا لينا، لا لا لا، هذيك حاجه باينه واضحه اللي غايدير لينا وما كيعرفش بتاتا الفرنسي كتعتبر جريمه دوليه. an international criminal. لا لا، غير على قبل البسطاء المهتمين بهذا المجال ربما عندهم نقص في الفرنسي. الهندسة هي فن كبير تريز امبورطون. ديالاش هاد الفن؟ ديال تصور وتصميم الاماكن او الفضاءات وديال بناء المباني، وطبعا باحترام قواعد البناء التجريبية او العلمية، كذلك مفاهيم الجمالية سواء تقليدية او جديدة. يعني فين ما حطيناك خصك تزبطها، زعما تكون ذو كفاءات. باش نحطو النقط على الحروف، لاركيتكتور منقسمة على جوج ديال الجوانب او جوج ديال الحوايج باش كتسمى انت او انتي اركيتكت. الجانب ديال دراسة علم البناء اللي هو كونستركسيون سيونتيفيك، والجانب الاخر ديال علم الجمال اللي هي مفاهيم الجمالية، اللي اكثر جانب خاص يهتم به المهندس بالموازاة مع سكيي سيونتيفيك. علاش؟ انا غنشرح لكم علاش. منين كنشوفوا شي كونستركسيون او بنايه في شي مدينه كيما دايره في العالم، كوم اكزومبل لوفر ديال برنار خوري او زها حديد او راسين بدران او باسيل البياتي، شنو كنقولوا؟ المتلقي او المواطن كيقول جوج حوايج لا ثالث لهما، لا زوينه بارفيت اكسلون، هي قبيحة سي موش. الوغ هنايا المتلقي او الزبون ما كيقولش او افيك كان ماتيريال تبنات او باش تبنى هاد التحفة، ما كيقولش او كيل تيب دو فير ا بيتون، واش بيير ناتوريل او بيتون ارمي. هادشي كله بديهي خاصو يتندار في كل الاحوال، طبعا على حساب التكلفة ديال الزبون. ولكن اللي صعيب هو انك تخرج انفان اون اوفر دار، تحفه فنيه. هذا هو لاركيتكت، وهذا هو التخصص ديال لاركيتكتور. كنظن الميساج اي روسو. دابا غندخلوا في الهضره ديال لاركيتكتور كشعبه من مور الباك اللي كاينه في ليكول لينا، ايكول داركيتكتور ناسيونال، واللي هي كتعتبر الاولى في المغرب عموميه لتكوين اطور في مجال الهندسه المعماريه. تاسست عام 1980، اللغه ديال التدريس فيها الفرنسي، والتواجد ديالها كاين في الرباط اللي هي اساسيه، وكاينين فروع اخرى متفرقه في التراب الوطني، اكادير، تطوان، مراكش، وجده، فاس. عدد الطلاب في المجمل 360 طالب في المغرب ككل سنة 2020، مدة التكوين والدبلوم. كيدوم التكوين ديال المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 6 سنوات موزعة على 3 ديال الأسلاك، من بعدها كيحصل الطالب المتخرج على دبلوم مهندس معماري. واحد القضية اللي كتعجبني في هذا النوع ديال المدارس وهو لو سيريو، انتردي، ممنوع، وما كيسمحش للطالب بتكرار إلا مرة واحدة طيلة مدة التكوين. شروط القبول كونديسيون دادميسيون، أول حاجة كالعادة ناسيوناليتي ماروكان، باك سيونس اكس ماتيماتيك تكنيك ايكونومي، السن ديالو ما يتعداش 22 سنة. المعدل ديال الطالب في الجهوي والوطني ما خصوش يكون أقل من 12 على 20. الانتقال الأولي كيكون بناء على معدل يحتسب 25% من معدل الامتحان الجهوي و 75% من معدل الامتحان الوطني. الاختبارات اللي كتكون في لينا كتكون كالاتي: ليبروف ديكسبرسيون اكريت، امتحان التعبير الكتابي، مدة ديالو كتكون من 15 دقيقة
حتى 45 دقيقة. كيعطيك فيها مثلا سيتاسيون ديال شي انتربرونور، مصمم، مهندس او فنان، وخصك تحلل وتناقش الموضوع المطروح. كاين لي بروف ديكسبرسيون غرافيك، امتحان التعبير بالرسم، المده ديالو كتكون فيها 60 دقيقه، ساعه واحده فقط. كيعطيك فيها مثلا ترسم واحد المنظر ديال شارع، في واحد النشاط فني اكتيفيتي ارتستيك في واحد لا بلاص بوبليك. راه كنتحط امتحان فري ماشي غير اكزامبل. وهنا خاص تكون عندك من الاحسن درايه في الديسان بيرسبكتيف. اوسي كاين لي بروف دو كولتور جينيرال، ثقافه عامه، طريقه ديال كيو سي ام، يعني كاستيون اشوا مولتيبل، كيكون دي كاستيون وكيعطيوك من تحت منه دي ريبونس، وانت خاص تختار الجواب المناسب، والمده ديالو فيها 30 دقيقه. وفي حالات دوزتو هادشي كله غيكون كينتظركم الشبح. سكيري لورال الا صاحبي قالك الشبح ادخل فيهم طول عرض. اللغه كتكون قدام اللجنه، كتكون من اساتذه ومهندسين. هادشي بالنسبه للناجحين في الاختبار الكتابي، هما اللي كيكون عندهم الحق باش يدوزوا اللغه. دابا هنا ركزوا معايا مزيان، ديجا كيتطرح عليا هذا السؤال ديال كيفاش ندوزوا الشفوي. غادي نعطيكم لي ميور كونساي بور ريوسير ان اكزامان اورال. اولا خصك تكون عندك معرفه جيده في التخصص اللي غادي تدوز فيه، او على الاقل لا باس به، يعني على الاقل تكون عارف كيلكو زارشيتيكت عرب، اركيتيكت ماروكان او دي زيترونجي، هيستوار دو لا شويه في لي كورون ارتستيك، دي كونيسونس بازيك داركتيكتور. وممكن يا صاحبي انت باغي تدوز الاركتيكتور وانت ما عرفتش تاع الطاشر اللي بناكم الدار، ما عرفتش تاع المهندس اللي بناكم شي حاجه، حتى حاجه من هذا الشيء ما يمكنش. وكمان انا بالنسبه ليا بيرسونيلمون صراحه نجيكم من الاخر، اللي باغي يدوز شي تخصص خصو يكون عنده ايمان به، خصو يكون كيهتم. كيفاش انت غادي تدوز واحد التخصص وانت ما كتعرفش حتى حاجه فيه؟ على الاقل ابسط الاشياء، ابسط الاشياء ما كتعرفش فيها، ما يمكنش. وكمان السيد باغي يدير الشيمي ولا الفيزيك ما كيعرفش منين يدوز له، السيد باغي يدير مثلا ليزار ما كيعرفش شنو كاين، شنو كاين في هذا العالم ديال الفنون. كاين اللي باغي يدير ديزاين ما عارفش شنو، ذكر لي غير اركيتيكت، ذكر لي غير ديزاينر، ذكر لي غير فنان واحد، والو ما يمكنش. وهنا غادي ندخلوا في مسائل ديال العبثيه وديال العشوائيه. لا، انا كننصح الطلبه والتلاميذ اللي باغي يدير شي حاجه يتضلع فيها، يقرا فيها، يبحث فيها، الا باغي يوصل كوميم راه لو فيتور ديالك هذاك، راه مستقبلك راه هو اللي غتمشي به. نقطه اخرى، الوضوح في الاجوبه، يعني كتعرف جاوب، ما كتعرفش قول ما كنعرفش بكل صراحه. حيت بعض المرات على سبيل المثال الشفوي ديال لينا مثلا، فرضا غير فرضا مثلا، وسولك شي استاذ من دوك الاساتذه اللي في اللجنه على شي مهندس، مثلا سولك على السميه ديال شي مهندس، واش كتعرف المهندس الفلاني باغ اكزومبل؟ هنا الا كنتي كتعرف المهندس فريمون كتعرفو هضر عليه، ريزون دو بلوس، هضر على لا تكنيك ديالو، هضر على لي كونسيبت ديالو، على لا فيزيون ديالو، كي يفكر كيفاش كيخدم، سي بيان، مزيان تبين المعلومات اللي عندك. اما الا ما كنتيش كتعرفو خاصك تصرح انك ما كتعرفوش بكل بساطه. اما داك التبلعيط وداك التاتورانطيس ديال زعما راني كنفهم كلش، سي با لا بين. ملي تكون قدام اللجنه ننصحك سي با لا بين تكون كتمثل هاد الصفه في راسك، حيت تقد ديك السميه ديال داك المهندس اللي سولوك عليه تكون السميه النيت ديال واحد من دوك الاساتذه اللي جالسين في اللجنه تما. ها فين دير وجهك ديك الساعه؟ الو كنعرف كنعرف، ما كنعرفش ما كنعرفش. نصيحه اخرى، تخلص من القلق والخوف ديالك ملي تكون مستعد انك تدخل عند اللجنه، حيت غير غادي توتر راسك في المعلومات اللي اكتسبتيها باش تدوز اللغه. خذ نفس عميق وتكونسونطرا، تركيز تكونسونطرا، بحال راك في هذا الكون كله كتواجد غير انت بوحدك، وركز في المعلومات اللي راك معمر بها راسك على اساس مثلا غادي نعطيك واحد لا تكنيك ديرها في مخك. غادي تدخل لواحد البلاصه اللي فيها مجموعه ديال الناس باغيه تتعلم منك، وانت المهمه ديالك هي انك تعطيهم دوك المعلومه اللي طالبينها منك بكل بساطه.
كن متأكد أنك غادي تغلب على القلق ديال قضية أخرى. إلا ما فهمتيش السؤال ما تغامرش بالجواب عليه عشوائيا، ولكن عاود طلب بأدب يسولوك بصيغة أخرى، أو يمكن لك كذلك تعيد طرح داكشي اللي فهمتي من السؤال وطلب التأكيد من اللجنة مثلا. اللي فهمته من السؤال ديالك أستاذ هو أنك موضح كذا وكذا وكذا، أو بعبارة أخرى واش بغيتي تقول أستاذ كذا وكذا وكذا، واش هذا هو القصد أستاذ أو أن الفهم ديالي أخطأ. وهكذا من عبارات اللي تدارك بها الموقف ديالك بكل أدب وبكل أريحية مع اللجنة. وفي حالة بان لك شي سؤال مثلا ضيجة طرحه عليك، فغالبا بغي نتأكدوا من التركيز ديالك في الجواب اللي جاوبتي ومن ثقتك في الجواب، أو العكس باش يزعزعوا التركيز ديالك. ألو ما تخاف ما تدهش. وقضية أخرى، لا بأس أنك تغلط، قد تخطأ في واحد الجواب، قد تخطأ في الجواب ديالك، ما تقلقش، ما تفقدش التوازن في التفكير. واحد القضية مهمة، ما تحاولش تصنع الكمال لا بيرفكسيون. أنت ككل البشر قد يخطئ، وديما دير فراس الغرض من الامتحان الشفوي هو اختبار القدرات والتركيز وردة الفعل الحقيقية والواقعية أكثر من اختبار المعارف والإجابات، سينون راه كانت غادي تقتصر غير على الامتحان الكتابي. بالنسبة لو سي دو لا موين جينيرال دو باكالوريا، عتبات الانتقاء كتغير على حسب كل عام. على سبيل المثال في 2017 كانت 15-28، 2018 كانت 15-88، 2019 كانت 16-16. كتم الدعوة ديال تقريبا ما بين 6000 حتى 7000 مترشح كوم اكزومب في 2019 في الاختبار الكتابي، وبعد الشفوي احتفظوا 310 مترشح موزعة على التراب الوطني كالآتي: الرباط 120 مترشح، وجدة 30 مترشح، فاس 30 مترشح، تطوان 50 مترشح، مراكش 50، أكادير 30. كتوزع سنوات التكوين على النحو التالي: سنة أولى وثانية للإرشاد والاستئناس، سنة ثالثة رابعة للتكوين والتمكن، سنة خامسة وسادسة لتعميق المعارف والبحث العلمي. بالنسبة للستاج تدريبات سيغ تيغا، المهندس الطالب ليليف أرشيتكت خاصو يدوز 3 ديال الستاج طيلة مدة التكوين، وكل ستاج المدة ديالو شهر واحد. لو بروغرام بيداغوجيك فيه دي ديفير ديسيبلين تري فاري، لا تيوري دو لاركتيكتور اي براتيك دو بروجي، يعني دراسة الهندسة كتهدف الى تحديد الابعاد المتعددة الانظمة بحال دراسة الصلابة، الاستقرار، الراحة، الجودة المكانية، الجمال، الرسالة الموجهة للمتلقي من خلال الحلول المقدمة لمنطقها المختلف: الهيكل المعماري، التعبير الوظيفي، التركيبة الفنية. الهدف الأساسي هو فهم الهندسة في سياق مجتمع معين والعوامل السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الهدف الثاني هو الاناليز فيزيوالمو من خلال لي سوبور اللي هما لا فاساد، لو بلان، لا كوب اكسونوميتريك اي فيرتوال. التكامل الهندسي للعمارة المعاصرة مع الموقع او المكان القديم والعكس صحيح. فهم الهندسة المعمارية لكل حضارة مشاكلها وحلولها، استخدام المفردات الخاصة بالمجال الهندسة المعماري. الأوربانيزم إي سيونس دو لا في، الأوربانيزم هو واحد المجموعة ديال لي سيونس والتقنيات والفن اللي عندها علاقة مع تنظيم وتهيئة الأماكن الحضرية اللي طبعا هي المدينة. ريبريزونطاسيون إي إكسبرسيون غرافيك، تقديم والتعبير الجرافيكي اللي هو عنده علاقة مع لي تكنيك ديال الديسان. لونسينيومون سيونتيفيك اي تكنيك، تعليم علمي وتقني، كذلك سيونس هومان اي سوسيال. لي اس اش اس كيقدم واحد المجموعة ديال الأنظمة اللي كتدرس مختلف الجوانب ديال الواقع البشري اللي هو الإنسان على المستوى الفردي والجماعي. كذلك لا بسيكولوجي دو لسباس هو علم النفس الفضاء أو المكان، كيدرس العلاقة الفرد بالأماكن المختلفة المشروطة بالسياق الثقافي والاجتماعي اللي كيطور فيها راسه والتاريخ والتطلعات ديالو نحو هذا المكان أو الفضاء. وأخيرا les connaissances des matériaux et des techniques de construction، معرفة المواد وتقنيات البناء. لينا عندها دي بارتناريا
اي كوبيراسيون شراكات وتعاون مع دي زيتابليسمون اترونجير مماثله للتخصص الهندسه. عندنا ليكول داركتيكتور اي بيزاج دو بوردو، عندنا كذلك ايكول داركتيكتور باري فال دي سان، عندنا ايكول داركتيكتور دو غرونوبل، ايكول تكنيك سوبيريور داركتيكتور ديال فايس دو بارسلون، فاكولتي d'architecture de l'université de Stuttgart en Allemagne. بالنسبة للرزلتا attendu من هاد الفورماسيون، يعني من بعد ما كتسالي هاد الفورماسيون شنو هما النتائج اللي خصهم يكونوا في ليليف architect. ليليف architect diplomable de l'ENA doit avoir des capacités conceptuelles et créatives. تكون عنده قدرة مفاهيمية وإبداعية. être innovant et au fait de savoir et savoir-faire technique. Ce qu'on capte ou modérique les connaissances ou les compétences familiales et créatives. Être opérationnel, compétitif et montrer des aptitudes en management de multiples. Parce qu'il compte un travail, tenacité ou de belles compétences dans le gérant le métier de lui lié à l'industrie. Avoir l'esprit critique à apporter des solutions appropriées. خاص تكون فيه روح انتقادية إن أصح التعبير لتقديم الحلول المناسبة. savoir communiquer et être outillé pour interagir avec les équipes pluridisciplinaires. خاص تكون عنده معرفة كيفية التواصل والتجهيز للتفاعل مع فرق متعددة التخصصات. وبهذا إخواني أخواتي غادي نكونوا وصلنا لنهاية الحلقة. نتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة ديال هذا النهار. في حالة كانوا تساؤلات أو اقتراحات خليهم في كومنتات وكون اكيد غادي نجاوبك عليهم. ما تنساوش لايك بارطاج تابونا وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كان معكم اخوكم بن حمود تازي والى الحلقه القادمه ان شاء الله. سلام. دير لايك وبارطاج وحاول تكون كتساهم انك تنشر المحتوى الهادف. اكيد انه عندك واحد ولا جوج في المعرفه ديالك عندهم علاقه بهذا الموضوع. الا ما كنتيش انت كتهتم بهذا الموضوع دير الدور ديالك، بارطاجي لايك باش توصل للفائده ما كنتيش انت محتاجها غادي يحتاجها واحد اخر، وانت غادي تكون السبب باش انه يتعرف على هذا الدومين او لا باش يستافد من هاد الحوايج اللي غادي يكون محتاجهم. فما غتخسر حتى حاجه. لايك بارطاج المحتوى الهادف، فين ما كان شي محتوى هادف لايك بارطاج.